المرة دي مش هكلمكم عن الكليبات اللي أنا بعملها أو عن الفن أو عن التاريخ أو عن أي شيء آخر، ولكن هكلمكم عن شيء مهم تستوعبوه كويس، عشان أنا لما بغلط في الناس المشتركين في صفحة الفيسبوك بيبقى غلطي على حق. ناس كلاب بنت كلب زبالة أولاد مرة شرموطة بيخشوا صفحات الفيسبوك صيع وجرابيع وأولاد 60 كلب، بيعملوا للناس إيه؟ بيعملوا للناس إما غلق صفحات أو سرقة الإيميلات. غلق الصفحات الواحد فيهم يا إما من خلال الألعاب اللي بتلعب عليهم الأولاد، ويكون الولد أو البنت عاملة صفحة على الفيسبوك بيتسللوا زي الجان والشياطين ويقفلوا الصفحات. أولاد الشرموطة اللي ما تربوش، بقولها لكم المرة التانية، أولاد الشرموطة الزبالة اللي ما تربوش. والفيسبوك مال الفيسبوك هيهمه إيه؟ مارك زوكربيرج وإدارته هيهمه إيه؟ ها؟ أهم شيء المجموع، إما من الإدارة، إدارة الفيسبوك اللي مؤسسها مارك زوكربيرج، أو من الأوساخ ولاد الشرموطة الزبالة اللي بيخشوا يتطفلوا ويتسللوا زي الشياطين ويغلقوا الصفحات. إيه اللي هتستفيده؟ هيبرد النار اللي بتاكلك من تحت في طيزك لما تقفل صفحة واحد يا ابن الشرموطة يا معرس انت وهو، يا شراميط يا ولاد الشرموطة يا ولاد الزواني، يا جية في المقابر وطعام لدودان التعفن، يا وقود نار جهنم تأذى أخوك الإنسان ليه يا ولاد الشرموطة؟ تأذى أخوك الإنسان ليه اللي عنده صفحة على الفيسبوك وتخش تضرب له الصفحة؟ لو كانوا أهلك أحسنوا تربيتك أنت وهو وهو أو هي ما كنتش عملت كده، إنما للأسف ده بيظهر إنكوا أولاد زواني مش أولاد مصمودات، أولاد زواني. أنا عن نفسي واحد ابن شرموطة خول مفيش داعي لذكر اسمه، قفل صفحتين قبل كده من 3 سنين، وجه بكل حيلة من الحيل الشيطانية واتصاحب لحد ما عارف الباسورد والإيميل وراح قافل الصفحة. طب إيه اللي استفدته يا ابن الوسخة أنت وهو؟ يا شراميط يا ولاد الشرموطة يا ولاد الزواني، احترموا نفسكم شوية يا كلاب يا ولاد الكلب، ياللي ما عندكوش لا مبدأ ولا أصل ولا دين ولا أخلاق ولا قيم إنسانية، ما تعرفوش طريقها. ليه تقفلوا الصفحات يا ولاد الشرموطة؟ ليه تهكروا يا ولاد النكسة؟ ليه؟ ده يسعدكم يا كلاب يا ولاد الكلب يا زبالة؟ هذا اللي أقدر أقوله، عشان لما أخطأ بقولها للمرة تانية، عشان لما أخطأ في موقع الفيسبوك وإدارته وللناس المشتركين الكلاب المشتركة في اللي بتعمل كده، يبقى خطأي على حق وتهزيئي وشتمتهم على حق. فادي اللي انا كنت عاوز اقوله كله. وبعدين ما تنسوش يا كسمك انت وهو، يا ابن الوسخه انت وهو، ان دي كلها اساسا الفيسبوك، التويتر، هاي فايف اللي هو كان اسمه تاجد او اي موقع اخر، كلها مواقع يهوديه. ها، وفي النهايه من خلال وسخكوا دي ومن خلال تخلفكوا ده هيحققوا حلمهم المنشود على حسابكوا يا بقر يا بهام يا ولاد الوسخة من النيل، أرض الميعاد من النيل إلى الفرات، وبسبب حكومتكوا الوسخة
وسبب جهل شعوبكم يا ولاد الكلب يا اوساخ يا زباله. هذا اللي اقدر اقوله كله، لعلكم تكونوا كان استوعبتوا الكلام ده ودخل في زي الرصاص في عظامكم يا كلاب يا ولاد الوسخه يا اللي بتعملوا الوساخه دي كلها.